الهاتف الذي طلبته ربما يكون ايه ما ردتش؟ لسه مقفول. طب انا رايي ان انت تقوم تلبس وتروح لها على طول، اديك جربت تكلمها كذا مره تلاقي تليفونها بس فاصل شحن ومعهاش الشاحن ولا حاجه. مش عارف. يلا انا شايفه كده البنات بتحب الشاب اللي يقتحم حياتهم كده. ايوه بس انا ما اعرفش اقتحم حياه حد، انا عايز اطمن عليها بس مش بالطريقه دي. اسمع كلامي. بقى انت عايز تقنعني انك هتقعد الشهر كله في البيت وهتكمل الاجازه المرضيه كلها، انا مشاعر، هو انا هتوه عنك مش هتعملها وعلى الهان لو حصلت. ليه بس يا عم؟ لانك يا حبيبي عمرك ما عملتها قبل كده والمره دي مش هتعملها، انت راجل مقطوع للصحراء ولو قعدت في العمار شويه لما اخذ التوازن يختل. لا والله المره دي فعلا عايز اقعد مع امي واخويا شويه، عايز اشبع منه. صحيح كاتب كتاب الواد علي بكره يا راجل؟ طب يا عمي الف الف مبروك، ربنا يتم منه على خير يا رب. بس اخيرا يا ادهم يا شاعر هنخدم مع بعض سوا في مكان واحد، وفين؟ سينا. شفت الدنيا؟ بس تصدق بالله انا فرحان قوي ان انا راجع اخدم هناك، بحب المكان ده يا اخي والناس هناك طيبين بجد. ولا الوالده وعلي فين؟ ما تخلينا بارك لهم. راح يا سيدي يجيبوا الشبكه بتاعت سي علي، بس زمانهم على وصول ان شاء الله تشوفهم. بس يا اخي سبحان الله السنين بتعدي. اهو فاكر اول مره جيت لك في البيت ده كنت انا وانت في سنه اولى والواد علي ده ما كانش خلص ابتدائي باين. العيال كبرت. يعني هم بس اللي كبروا، احنا كمان اهو كبرنا معاهم يا السبت المقدم. اتكلم عن نفسك يا عم، انا هفضل صغير زي ما انا وسنجل. ماشي اشرب. اشرب. هتيجي امتى؟ خلاص يا عادل. اوكي هنستناك بكره وعلى حسب بقى، وانت لو خلصت بدري يعني عدي اقعد معانا شويه. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. متأخرتوش يعني؟ متأخر ليه؟ كل حاجة كانت متسهلة الحمد لله. الحمد لله. تعال اقعد يا وحش اقعد. الو يا عادل، ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك. عقبال جن. ادم فين؟ كان عنده واحد صاحب. خد بالك بقى يا عم ادهم، انت الوحيد اللي فاضل سنجل وبتوعك في الدفعه، نفسي افرح بيك يا جدع. يا عم مالكش دعوه بيا، المهم بس ما تتاخرش بكره. هحاول. حاضر. بس انت عارف انا راجع العريش بعد يومين، وانا اصلا من ساعه ما وصلت والعيال ساحليني في مشاوير مش ملاحق، ما هي في حاجات كده بتبقى متشاليه لك محدش هيعملها غيرك، وانا بصراحه بحاول ارضيهم برضه على قد ما اقدر، يعني منها اعوضهم عن الوقت اللي انا مش بكون معاهم فيه، ومنها اشيل عن امهم شويه. ستاتنا دول ابطال يا ابني والله. شد حيلك بقى عشان تجيب لك بطل انت كمان، وحتى يونسوا بعض. كله بقى وينه بإذن الله.